مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير. طمنوني عليكم، كيف امتحاناتكم؟ متذكرين لما اجينا نبني بيت لكاندي المدرسة الجامعية، وبن اجا حكالنا لازم نخلص البيت بعشر دقايق، ولما خلصنا البيت انا مو كتير كنت راضية عنه، كنت عارفة انه مش هذا الاشي اللي بدها اياه كاندي. اليوم رح نروح عند كاندي نعتذر منها ونراضيها ونبني لها البيت اللي هي نفسها فيه. تعالوا مع بعض نروح عند كاندي ونشوف شو حابة انه نصمم لها. رحت عند كاندي، اعتذرت منها وحكيت لها ايش صار معي، وانه بن حبسني في هداك البيت اللي هو صممه، وانه اخذ مني وقت عبين ما انه اضبط هداك البيت وانتقل من المدينة اللي كان فيها البيت اللي بن حبسني فيه عبين ما اوصل لعندها. وحكيت لها اني انا بعتذر منها كتير كتير على التأخير، ولكن كاندي كانت كتير 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 متسامحة، وحكت لي انها اصلا مو زعلانة مني، وانه هي مبسوطة انه تأخرنا شوي في اعادة تصميم البيت لانه صار معها قصة كتير حلوة. بالفترة اللي احنا غبنا فيها عن كاندي تعرفت على كل الطلاب والطالبات اللي عندها بالجامعة. كان في طالبتين عندها دايما زعلانين، دايما بس تشوفهم بكونوا هيك وجههم حزين. بيوم من الايام قررت كاندي انها تروح لعندهم تقعد معهم وتشوف ايش صاير معهم، ليش دايما زعلانين. راحت عندهم حكت لهم في حدا مزعلكم، في حدا بيضايقكم، في مادة مستصعبينها بدكم مساعدة. فهم لانهم ما بيعرفوا كاندي منيح، ما بيعرفوا غير انها دكتورة بالجامعة وبتعطي مواد، ما رضوا يحكوا لها اشي. قررت كاندي انه تصاحبهم وتحاول انه تعرف ايش صاير معاهم لهدول البنتين، وصارت كل يوم بس تشوفهم تسلم عليهم، تروح تقعد معاهم، تحكي لهم عن حالها، تعرفهم عن حالها اكتر واكتر. بعد فترة صاروا البنات يحاولوا انه هم كمان يصيروا صاحبات معاها ويحكوا لها عن حالهم. عدت منهم انه في واحدة بتحب اللون الاخضر كتير، وواحدة بتحب اللون الاحمر كتير، وانه كل واحدة فيهم منضمة لنادي مختلف في الجامعة بسبب حبهم لهاي الالوان، لانه في نادي شعاره باللون الاخضر وفي نادي شعاره باللون الاحمر. بعد فتره لما قعدت مع البنات سمعتهم بيحكوا تليفون وعم بيكوا وهم يحكوا هذا التليفون. راحت ركض لعندهم كاندي وسالتهم اذا بدهم مساعده، وانه اذا عندهم سر حابين يعطوها اياه رح يكون بامان. ففي واحدة من البنات تجرأت وحكت لها انه صاحب البيت اللي هم فيه طردهم منه لانهم ما معهم يدفعوا الاجار، ولهم اكثر من 4 شهور عم بيحاولوا انه ياجلوا الدفع وتراكم عليهم دفعات للأجر. فكاندي زعلت كتير عليهم وتضايقت من الرجال لأنه ما أعطاهم عذر وهم بنات صغار. وبهاي الفترة أخذتهم يناموا عندها في بيتها اللي صممنا لها إياه، ولكن المساكين ما كان لهم مكان خاص فيهم يناموا فيه، كانوا يناموا على الفرشة، والبيت ما كان يسعهم بسبب إنه متذكرين البيت كيف يعني كان لشخص واحد لما صممنا. وهون طلبت مني كاندي إنه البيت يكون تصميمه بيشبه البيوت اللي بالمدينة حواليهم. وبعدين قررنا أنا وكاندي إنه كحل مثالي بما إنه البنات أصلاً أوريدي عندها ببيتها القديم، ليش ما نخلي لهم الطابق الاخير من هذا البيت يكون لهم. فصممنا المخطط انا وكاندي على اساس انه الطابق الارضي يكون المكان اللي بيجمعهم كلهم مع بعض، يعني اللي يكون فيه مطبخ والمحل ما بيغسلوا الغسيل وقعده صغيره لهم يجتمعوا فيها باوقات فراغهم. الطابق الاول رح يكون لكاندي، رح يكون فيه غرفتها وحمامها الخاص عشان هي تشتغل على راحتها بدون ما انه توترهم او تتوتر من البنات لما يكونوا هم فاضيين وحابين يقعدوا مع بعض يحضروا تلفزيون او يحكوا او يعملوا نشاطات او اي اشي، بيكون في مساحة خاصة لكاندي. والطابق الاخير نفس الاشي، رح يكون في حمام خاص للبنات عشان ما يكون صعب عليهم يوصلوا للحمام، وكل واحدة منهم لها غرفتها الخاصة عشان تقدر تدرس وتركز في دراستها، ووقت فراغهم يقعدوا مع بعض على راحتهم. عملنا لهم كمان لكل واحدة برندا، لكاندي في برندا وللبنتين في برندا خاصة فيهم. بدأنا اول اشي في تصميم المطبخ، حطيناه قريب من بيت الدرج عشان يكون الوصول له سريع وسهل، ما يكون بعيد عنهم المطبخ عشان اذا بدهم ماي او بدهم يعملوا سناك سريعه عشان يطلعوا يكملوا دراستهم، فيكون الوصول للمطبخ كتير سهل وكتير سريع. كمان عملنا لهم حديقه صغيره عشان بتعرفوا لما الانسان يكون عليه دراسه بيكون حابب يغير جو باي طريقه، وبكون بيحاول يفكر بطريقه يكافئ فيها حاله، يعني مثلا اذا خلصت هذا التشابتر ممكن انزل على الحديقه اقعد 10 دقائق، او ممكن اكمل دراسه التشابتر الثاني في الحديقه. فكانت كاندي بتعرض علي هاي الشغلات وانا عم بتخيل السيناريو اللي رح يعيشوه في البيت بصراحه، وكثير تحمست. كان نفسي بصراحه كاندي تحكي لي تعالي عيشي معانا،
اخترنا لهم كمان ألوان هادية ورايقة عشان يكون دايما مزاجهم حلو ورايق، لأنه الإنسان لما يكون بيدرس بجامعة أو حتى بدرس بالجامعة بيكون أغلب الأوقات عنده ستريس ومتنشن وبحاجة إنه يغير جوه دائما ويكون في مكان هادي ورايق. عدا عن هيك لأنه البنات بيحبوا ألوان فاقعة اللي هي الأحمر والأخضر، وغرفهم أصلا مشعة في الحيوية والنشاط، فبيحتاجوا لما بدهم يغيروا جوهم ينزلوا على مكان ألوانه رايقة. خلصنا من المطبخ وراح نروح للحمام الصغير اللي راح يكون فيه الغسالة. هلا بالبداية بصراحة كنت عم بحاول أوفر لهم أكثر أشياء ممكنة في الحمام، ولكن ما ضبطت معي غير إنه أوفر لهم بس الغسالة والمغسلة وشوية أغراض عشان الكوي والتنظيف. بعد هيك راح نخلص المطبخ، حط لهم سفرة صغيرة وننتقل للطبق اللي بعده. هون في كوريدور بوزع على الغرف، راح يكون في درج بودي للغرفة اللي فوق، وبغرفتها راح نعمل لها الحمام. غرفتها لكاندي بصراحة احترنا فيها بالبداية لأنه كاندي ما كانت عارفة إيش الألوان اللي بدها إياها، كانت خايفة إنه تعملها رايقة هيك وهادية لونها أزرق سماوي ولا تخليها بتعكس شخصيتها. بالبداية أنا عملت لها شوي من التصميم، بس بعدين كاندي حكت لا أنا بدي أعبر عن شخصيتي، وبالتالي غيرنا الديكور وغيرنا العفش مرة تانية واخترنا الإشي اللي بيخلي كاندي مبسوطة في الغرفة، عشان رح تقضي أغلب وقتها في الغرفة هون، تصلح علامات أو بتعمل أبحاث أو بتدرس على إشي جديد. يعني زي ما بتعرفوها كاندي مجتهدة وبتحب إنها تطور حالها دائما. خلصنا لها الغرفة والحمام نفس الإشي، خلينا لها فيه اللون الأصفر زي بغرفتها، وانتقلنا للطابق تبع البنات. هذا الطابق رح نعمله مختلف عن الطابق تبع كاندي لأنه فيه حمام مشترك وغرفتين، فحيكون مقسوم على ثلاث أقسام عدا عن الكوريدور طبعا اللي رح يطلعوا عليه ومنه يروحوا لغرفهم. الحمام هون لأنه صغير حطيت لهم فيه بس شاور ومغسلة، بس برضه خليته نفس ألوان الحمام تبع كاندي. حنبدأ بأول غرفة اللي هي لونها أخضر، حطيت لها السجادة أخضر غامق والحيط أخضر فاتح، والغرفة الحمراء نفس الإشي، السجادة غامقة والحيطة زهرية. رح نعمل نفس الأشياء اللي بالغرفة الأولى بالغرفة الثانية بنفس الديكور ونفس الترتيب. حطيت لها أي إشي ممكن تحتاجه، مكتب، خزانة، وشوية ديكورات كمان عشان تكون نفسيتها حلوة وهي تدرس ومراية. وننتقل للغرفة الثانية نفس الإشي، نعمل تخت، خزانة، وشوية ديكورات عشان تكون نفسيتها حلوة. هلا آخر إشي رح نعمل البرندات للبنات والبرندة الصغيرة تبعت كاندي. هيك بنكون خلصنا البيت، رح اترككم في جولة فيه. لا تنسوا تحكوا لي رأيكم في البيت، عبروا لي عن محبتكم. شوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. للقاء يا اصدقائي.